أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول السائل فيه: توضيح الحديث الذي يقول الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد، نرجو أيضا تكملة الحديث. نعم، سواء بسواء. هذا الحديث يحرم الربا في هذه الستة الأصناف، لا يزيد بعضها على بعض إذا كانت مثلا بمثل، إذا كانت يعني بيع جنس بجنسه، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، يعني نقد بنقد، هذا لا يجوز أن يزيد أحدهما على الآخر، بل لابد من التساوي، فإن زاد فهو ربا. وأما إذا اختلف الجنس فإنه تجوز الزيادة لكن يحرم التأجيل، لابد من القبض في المجلس. فالربا على نوعين: ربا فضل، وهذا يحرم فيه الزيادة ويحرم فيه التأجيل، وربا نسيئة، هذا إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التأجيل لكن لابد من التقابض في المجلس يدا بيد. نعم.